أصبحت رئيس الجمهورية يلتقي بالقصر الرئاسي بالأمين التنفيذي للجنة الدائمة المكلفة بمكافحة جفاف الضفاف في دول الساحل، وقد دار اللقاء حول إنعقاد قمة رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة وتنظيم الصالون الزراعي في فبراير الحالي بأنجلترا. الأمين العام برئاسة النائب برئاسة الجمهورية ترأس عصر اليوم بالقصر الرئاسي أعمال الاجتماع الأسبوعي حول الحالة المالية بهدف الوقوف على حالة الدخل والمصروفات خلال شهر يناير الماضي. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يفتتح أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس العام الحالي 2020 تحت موضوع تنمية ريادة الأعمال من أجل مواجهة تحديات تشغيل الشباب. كان ذلك بحضور الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية ممثلا لرئيس الجمهورية. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي هذا المساء من الفضائية الجادية. التقى صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتو بالقصر الرئاسي بالأمين التنفيذي للجنة الدائمة ما بين دول مكافحة الجفاف والتصحر في الساحل السلس الدكتور جيمي آدم، وقدر اللقاء حول إنعقاد قمة رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة منتصف أبريل القادم بالعاصمة إنجمينة بجانب تنظيم الصالون الدولي للزراعة في بداية نفس الشهر. تقرير محمود حسن سمبو. بعد 10 أيام من اللقاء الأول مع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتو المتعلق بإنعقاد القمة المقبلة لرؤساء الدول الأعضاء في اللجنة الدائمة ما بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل في أنجمينا، وكذلك السيدات الأول في فضاء هذه اللجنة، هذا بالإضافة إلى إنعقاد الدورة الثانية للصالون الإفريقي للزراعة سافواغاري، ناهيك عن إنعقاد الاجتماع ذو المستوى العالي الذي خصص لهذه المؤسسة في تشاد. فإن الأمين التنفيذي للجنة الدائمة ما بين الدول الأعضاء لمكافحة الجفاف في الساحل الدكتور جمعة آدم برفقة الأمين الدائم لهذه اللجنة في تشاد السيد إسحاق بانيو قد جاء لمرة أخرى وبحضور وزيرة الزراعة والإنتاج والري والمعدات الزراعية السيدة ماجيديان باتشا ريد. هذا وفي خلال هذه المقابلة التي استمرت زهاء ساعة فقد قدمها لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتو وبحضور مساعده على عمليات المتعلقة باستضافة هذه الجلسات التي ستعقد في الفترة من 11 وحتى 19 من شهر أفريل المقبل في أنجمينا. ناس تجي كثيرة في البلد دي بمناسبة سافاغري واجتماع رؤساء الدولة المخصصين بالسلس، يجو في خلال الفترة دي في دي سومي دي كونسي دي مينيستر اجتماعات ستات البلاد الأولى تبع السلس، والحمد لله وكمان ممكن نحط حجر الأول لبني كومبلكس أنا سافاغري، ذلك بحضور 13 رئيس دولة أعضاء في هذه اللجنة بالإضافة إلى وفود أجنبية من أكثر من 30 دولة. شهد اليوم قصر 15 من يناير افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعام الحالي 2020 الذي جاء تحت موضوع تنمية ريادة الأعمال من أجل مواجهة تحديات تشغيل الشباب في تشاد. الجلسة الافتتاحية ترأسها رئيس المجلس عبد الكريم أحمد أي بخيت بحضور ممثل رئيس الجمهورية الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية حسين إبراهيم طه وبعض من أعضاء الحكومة محمود حسن صبو. تحت موضوع تنمية ريادة الأعمال من أجل مواجهة تحديات تشغيل الشباب بتشاد انطلقت أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعام 2020، وذلك بحضور الوزير الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية حسين إبراهيم طه ممثلا لرئيس الجمهورية إلى جانب رؤساء المؤسسات الكبرى وبعض من أعضاء الحكومة وكبار الشخصيات بالدولة والمدؤوين. وسيتم خلال هذه الدورة التطرق إلى القضايا المتعلقة بالمقاولة وعلاقتها مع الدمج الاقتصادي والاجتماعي للشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لشرائح المجتمع. رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي عبد الكريم أحمداي بخيت في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة أشار إلى مبادرات وجهود الحكومة وتأهداتها الخاصة بإصلاح السياسة الاقتصادية من أجل تنويع موارد النمو وتطوير العمل لمكافحة البطالة والفقر.
Le gouvernement sous la houlouette de son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Idriss Déby Itno c'est ان الحكومه تحت قيادتي صاحب الفخامه السيد ادريس ديبي اتنو رئيس الجمهوريه راس الدوله رئيس الحكومه قد تعهدت باصلاح السياسه الاقتصاديه عبر القطاعات المربحه باعطاء الدور في المقام الاول للقطاع الخاص وذلك من اجل تنويع موارد النمو وتطوير العمل كقاعده رئيسيه للكفاح ضد البطاله والفقر إيمانا منه بإنجاز هذا المشروع السامي وذلك من أجل الشباب. هذا وباعتبار أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هو الهيئة الاستشارية للسلطتين التنفيذية والتشريعية، فإن مستشاري الجمهورية سيناقشون مع الخبراء والمقاولين والشخصيات السياسية والمرجعية بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات الشبابية والنسائية أهم المواضيع للخروج بالتوصيل والقرارات وتقديم الرأي والاقتراحات إلى الحكومة والجمعية الوطنية. هذا هو التقرير الزميل محمد حسن آدم. رأس عصر اليوم الأمين العام النائب برئاسة الجمهورية حسين إبراهيم طه أعمال الاجتماع الأسبوعي حول المالية، وقد سمح هذا الاجتماع بتقديم حالات الدخل والمصروفات خلال شهر يناير المنصرم من قبل أمين الدولة بالمالية والميزانية أحمد الخضر علي فضل. السمي حسن الحلو. ترأس الوزير الأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية حسين إبراهيم طه هذا الاجتماع الثاني للعام 2020 المخصص لإيرادات ومصروفات الخزينة العامة للدولة، والذي حضره ثمانية من أعضاء الحكومة المعنية وزاراتهم بالإيرادات العامة للدولة، كما حضر اللقاء نائب مدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية والمستشار الفني لرئيس الجمهورية المكلف بالمالية والميزانية، إضافة إلى عشرة من المدراء العامين ومدراء الخدمات المكلفة بالإيرادات المالية. خلال هذا الاجتماع تم التطرق إلى مسألة المصروفات خلال أول شهر من العام 2020، وقد أشار أمين الدولة في المالية والميزانية أحمد الخضر علي فاضل إلى أن الإيرادات التي صرفت عبر الخزينة العامة مع بداية العام هي جيدة حتى اللحظة، وصرح بذلك بعيد الخروج من هذا الاجتماع الأسبوعي المخصص للإيرادات المالية. هذا وقد أعطى الوزير الأمين العام النائب رئيس الجمهورية حسين إبراهيم طه أعطى توجيهات محددة لتفادي تبديد الإيرادات العامة للدولة وضرورة احترام الخطة المرسومة في هذه الناحية. هذا وقد حدد موعد للاجتماع المقبل لمناقشة وضع الإيرادات المالية والمصروفات لشهر فبراير عام 2020. وصل الوفد الوزاري بقيادة رئي وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي الدكتور عيسى الدبرين وبمعيته كل من وزير الثروة الحيواني والإنتاج عيسى كيانغ سواري ووزير البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار وصلوا إلى مدينة موندو، وذلك لإستعداد للاحتفال بتدشين سلخانة موندو الحديثة من قبل رئيس الجمهورية بتاريخ 29 من شهر فبراير الجاري بمدينة موندو. هارون أبادم. المحطة الأخيرة لجولة الوفد الوزاري بقيادة وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دوبرين كانت بمدينة موندو حاضرة ولاية لوغون الغربي، حيث عقد الوفد جلسة عمل مع السلطات المحلية بحضور حاكم الولاية دجو يعقوبا. وقد رحب الأخير بهذه البعثة الوزارية وأكد جاهزيتهم للعمل بتوجيهات الوفد، خاصة في إطار الاستعداد لاستقبال رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو لتدشين سلخانة موندو الحديثة بتاريخ 29 من شهر فبراير الجاري. كما أكد دجو يعقوبا إن كل الإجراءات اللازمة قد اتخذت لإعطاء طابع خاص لهذا الحدث الكبير. كما تحدث كل من وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي رئيس الوفد الدكتور عيسى دمرين ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني جايان سواري، حيث أكدا أهمية هذه السلخانة لإنعاش الاقتصاد. وعقب هذه الجلسة زار الوفد مقر السلخانة الحديثة بموندو، وقد وصلت مرحلة العمل إلى اللمسات الأخيرة، وهي سلخانة حديثة بكل المواصفات والمقاييس مجهزة بأحدث الماكينات ومعامل التحاليل البيطرية وقسم لدباغة الجلود ومعالجة المشتقات الأخرى بطريقة حديثة، وأن الشركة المنفذة ستسلم مفاتيح السلخانة إلى الحكومة في الموعد المحدد. إن شاء الله 29 ده نقدر كرئيس يجي فوكالي للأباتوار بنا أنا الأباتوار الإكيبمون الخدمة أنا أسمى شو أنا كليماتيزاسيون كل كي كمبال ها
القصة ده تعرفوا في أباتوار ده عندنا مشكلة أنا رجلاج دول الماء بيفوت عشان تعرفوا إني دام وكثير ده بس كلام أنا رجلاج أنا أبارد دقق دقق دول سينو خدمة ده كلها كمل كلها كجاهزين هني ل 29 ده إن شاء الله نفتوه الأباتوار رئيس يجي يفتح الأباتوار أنا منذ كما زار الوفد غرف التبريد بمطار مندو الدولي لحفظ اللحوم قبل تصديرها إلى خارج البلاد. وهنا أكد الوزير دبرن إن رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة إدريس ديبي إتنو شدد على ضرورة أن تساهم هذه السلخانة الحديثة في دعم اقتصاد البلاد من خلال الاستثمار الجيد للثروة الحيوانية والحد من تصدير المواشي. وعقب هذه الجولة التي قام بها الوفد الوزاري إلى كل من بونغور لاي ومندو قدم وزير الاقتصاد والتخطيط التنمى رئيس الوفد الدكتور عيسى دبرين حصيلة هذه الجولة التي أكد من خلالها جاهزية هذه المدن لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية نهاية فبراير الحالي لوضع حجر أساس كوبري بونغور ياغوا بجانب مشاريع أخرى. نتابع حصيلة الوزير دبرين في ميكروفون الزميل هارون أباد. كنا في مدينة بونغور وقد لاحظنا فرحة سكان ولاية مايوكيبي حيث انتظروا طويلا يحلمون بهذا المشروع والآن أصبح حقيقة بفضل رغبة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وإن أهمية هذا الكوبري تكمن في تسهيل التنقل بين المنطقتين وتعزيز التبادل التجاري، وهذه البنية التحتية تساهم في التكامل الاقتصادي بدول إفريقيا المركزية كما نتمنى، وأن زيارة رئيس الجمهورية نأمل أن تكون ناجحة. ووصلنا في الجولة حتى وصلنا إلى لاي، وهناك أيضا وجدنا الحاجة الملحة للتنمية، ولا توجد ولاية أخرى تستحق استقبال هذا المشروع، وهو مشروع دعم التنمية المحلية والتمويل الشامل غير تانجلي لمد المناطق الأخرى بالتنمية. وقرر رئيس الجمهورية بإطلاق 5 مشروعات في ولايات أخرى بحلول عام 2020. وقد لاحظتم تلاحم وتماسك السلطات مع المواطنين لانتظار مشروعات كهذه. أما المرحلة الأخيرة وهي مندو، وقد اكتشفنا بوضوح شغف المواطنين لاستقبال سلخانتهم، وهي سلخانة ليست للوجون الغربي فحسب، وأن المواشي التي ستعالج ليست مواشي الولاية وإنما سلخانة تشات، وأن نشاطات رئيس الجمهورية ستكون حافلة بدءا بمندو وتشمل مناطق أخرى في الشمال والغرب والجنوب، وأن اختيار هذه المناطق لوجه حجر الأساس أو تدشين مشروع لم يأتي بالصدفة وإنما بعد دراسة محددة وبحكمة من رئيس الجمهورية. ونؤكد لكم أن كل الإجراءات اتخذت لتكون زيارات رئيس الجمهورية بمختلف الولايات بنجاح ويكون فرحا ومسرورا بجانب شعبه وأهله. عقد اليوم حاكم نادي الأسوت الدولي لمنطقة وسط إفريقيا مؤتمرا صحفيا عقب نهاية زيارته للبلاد والتي التقى من خلالها كبار المسؤولين في الدولة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين البلاد والنادي في مختلف المجالات. محمود حسن سمبو. هذا المؤتمر الصحفي لحاكم نادي الأسود الدولي لمنطقة وسط إفريقيا السيد أمبندينغا إتسوهو الذي عقده بعد انتهاء زيارته للبلاد التي امتدت في الفترة من 2 وحتى 5 من هذا الشهر الجاري، والتي التقى خلالها بالعديد من المسؤولين التشاديين بهدف تقوية الشراكة بين مؤسسته والمؤسسات التشادية من أجل تقديم خدمات إنسانية مشتركة في مجالات الصحة والتعليم وغير ذلك من خدمات إنسانية مختلفة. فقد أكد في مستهل حديثه بأن اللقاءات التي جمعته مع كل من سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو مؤسسة مؤسسة القلب الكبير التي تنشط في مجال تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين في مختلف مناطق الوطن، ولقائه أيضا بوزيري الصحة العامة والتربية الوطنية وترقية المواطنة كانت جد إيجابية، بحيث تم تطرق خلال هذه اللقاءات إلى جميع السبل التي تسهم في تقوية الشراكة بين النادي وهذه المؤسسات التشادية، مؤكدا إنشاء هذه الشراكة في أكثر من مجال، مشيرا في ذلك إلى نجاح حملة مكافحة مرض التراكوما التي ساهم في تمويلها بجانب وزارة الصحة العامة. وفي سؤال يتعلق بالمشاريع المستقبلية للنادي في تشاد، فقد أكد بأن النادي يمول فقط المشاريع التي تقدم إليه من قبل المؤسسات التشادية، كما أكد أيضا استعداد النادي تمويل المشاريع التي تهدف إلى تطوير وترقية الشباب في المجالات الحيوية للشباب، ذلك بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة.
أطلق أمس محافظ مقاطعة لاكليري عبد الرحمن صالح موسى فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لعلاج أمراض العيون، خاصة إزالة المياه البيضاء، وستشمل القافلة سكان مدينة ليري والمناطق المجاورة لها. بحر الدين عبد الشافع. للمرة الثالثة تقيم مؤسسة القلب الكبير المخيم الطبي لعلاج قطرات مياه العيون البيضاء بمقاطعة لاكليري بولاية مايكوبي الغربي، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية طبية لسكان الولاية. وبهذه المناسبة تحدث كل من مندوب الصحة بالولاية وعمدة حاضرة لاكليري عن أهمية القافلة الطبية، مقدمين شكرهم لمؤسسة القلب الكبير التي قدمت الكثير لسكان مايوكيبي الغربي من خدمات اجتماعية واقتصادية وصحية. هذا وقد أوضح رئيس القافلة الطبية عيسى محمد مهدي الهدف من إقامة القوافل الطبية. القافلة الطبية دي هدفها يعني لـ500 عملية عن العيون، وفي الـ500 عملية عن العيون ده عندنا شيء تاني، في معدات زراعية جابوهم للجمعيات عن العوين، وفي معدات عن الخياطة، مكانات للخياطة جابوهم للسانتر الفورماسيون لأربع ديبارتمان أنا مويكي بي وس. بدوره محافظ مقاطعة لاكليري عبد الرحمن صالح موسى هو الآخر ثمن جهود مؤسسة القلب الكبير على تفضلها لتقديم الخدمات الإنسانية لسكان الولاية، وأكد بأن مثل هذه المبادرات الوطنية التي ترعاها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنول شرائها الضعيفة، كما حث المحافظ السكان على احترام البرنامج العام الذي خصص لتنفيذ هذا المشروع الإنساني والذي يستمر أسبوعا كاملا داخل مستشفى مدينة ديريبي ولاية مايكوبي الغربي. قام اليوم ممثل مؤسسة القلب الكبير بمدينة أبش حضرة ولاية وداي محمد أحمد طه برفقة عدد من أعضاء المؤسسة، قاموا بزيارة لمنزل السيدة التي أنجبت 3 أوائم بحارة بن جديد بالدائرة 5 بمدينة أبشة. هذه الزيارة سمحت لممثلة مؤسسة القلب الكبير بتقديم التبريكات لأسرة الأطفال متمنين لهم دوام الصحة والعافية. وفي ختام الزيارة قدم أعضاء المؤسسة هدايا للتوائم، وتندرج هذه الزيارة ضمن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة تجاه الشرائح الضعيفة في المجتمع. تزامنا مع اليوم العالمي ضد السرطان، نظمت وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة السرطان حملة توعوية لصالح تلاميذ ثانوية غازي بالدائرة 7 حول خطورة مرض السرطان وطرق الوقاية منه. عبد الله هارون. تغيير سلوك الفحص المبكر للوقاية من مرض السرطان هو موضوع الحملة التوعوية التي نظمتها وزارة الصحة العامة عبر البرنامج الوطني لمكافحة السرطان لصالح تلاميذ المدارس. وقد بدأت الحملة بثانوية الجاسي، وذلك بهدف توعية وتثقيف التلاميذ حول المخاطر المسببة لمرض السرطان. هذا وقد تطرق ناظر السنوية GGT ألا دوماجي إلى أهمية الحملة التوعوية المتعلقة بالرعاية الصحية وتفادي الأسباب المؤدية للإصابة بالسرطان، وحث التلاميذ على الاستفادة من المعلومات التي يتلقونها خلال هذه الحملة. أما المنسق العام للبرنامج الوطني لمكافحة السرطان فقد أوضح أن أنواع السرطانات بما فيه سرطان الرئة والحنجرة، وأشار المنسق إلى أن تناول الفواكه والخضروات له فوائد صحية تمنع الإصابة بمرض السرطان، كما يجب ممارسة الرياضة البدنية وتنظيم الأكل فضلا عن تكرار الفحوصات للوقاية من هذا المرض. افتتح اليوم والي ولاية كانم حسن تيراب افتتح بمدينة مو حضرة الولاية المكتب الجديد للسلطة التنظيم قطاع البترول في شات أرسات. المناسبة كانت بحضور نائب المدير العام للسلطة وعدد من المسؤولين الإداريين بالمنطقة محمد موسى ملاي. افتتح صباح اليوم والي ولاية كانم السيد حسن تيراب بمدينة ماو عاصمة ولاية كانم المكتب الإقليمي الجديد لقطاع كفالة بترول تشاد أرسات، وتضم المكتب 5 ولايات وهي ولاية كانم وبحر القزال وبركو والبخيرة وتيبستي. وبعد الافتتاح تحدث المدير العام المساعد لقطاع كفالة بترول تشاد حماد جاموس بالإنجازات. الشيء الدار أوضحه لكم كثير، أكثر حاجة إنه في قرار مزدوج بين وزير البترول ووزير المالية، هذا القرار يمنع
استيراد البترول من خارج البلاد. معناتها الغازوال والبنزين اللي بيجيبوه بره من تشاد بيدخلوا بيبوه هنا ده ممنوع. وتم تنصيب المندوب الجديد للأرصاد رسميا من قبل والي الولاية السيد حسن تراب، وبعد التنصيب تناول الوالي بالقول بأن هذا المكتب يساعد في المنطقة في تنظيم قطاع البترول والبنزين بشكل كبير، ولا سيما في مجال الغاز والطاقة. وبفضل القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو، فإن قطاع كفالة بترول تم تنظيمها بالمرسوم رقم 339 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2015. ومن جانبه مدير الإقليمي للأرصاد حامد إسحاق طلب من المسائل في كانم المساعدة للقيام بمهامه والتفاعل المتبادل وكذلك التعاون فيما بينهم في سير العمل. سياسيا، جرى مساء أمس بكانتوني دومو واليو بمايوكبي غرب حفل انضمام بعض المناضلين إلى أحزاب مناضلي أحزاب المعارضة السياسية إلى صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ. وقد ترأس المناسبة رئيس البعثة وعضو المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور ألاريدي كوني. تقرير محمد هارون وقراءة حمدي محمد. في المحطة الثانية من حملة التوعية التي يقودها عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ (MPS) الدكتور ألاريدي كوني، كانت هذه المرة كانتون دومو ليو بمحافظة كابية بولاية مايوكبي الشرق، حيث حفل انضمام عدد من المناضلين ومناضلات بعض أحزاب المعارضة كالتجمع الوطني من أجل الديمقراطية، وكذا حزب التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والتقدم، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتجديد (يندر) والحزب الديمقراطي الاشتراكي الاجتماعي، الذين اعلنوا انضمامهم الى صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS). جاء ذلك بحضور اعضاء المكتب السياسي عن الولاية، واكد زعماء التقليديين ومناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ الذين شاركوا بكثافة لاستقبال الوفد الجزائر عديد الكلمات القيادة من على منصة الاحتفال الرسمي لكلا المناسبتين، إلا أن في كلمة المنضمين إلى صفوف الحركة الوطنية للإنقاذ المرسخ العام جوجو جوزيف، والذي بدوره أكد بأن الانضمام إلى الحركة الوطنية للإنقاذ يمثل الطريق الوحيد نحو التنمية المستدامة، مشيدا بإنجازات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في المجالات كافة بما في ذلك تنمية العالم الريفي والشباب والمرأة. بجانبه عضو المكتب السياسي الوطني إيبا جوا شدد على ضرورة الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية القادمة. رسالة سماء أمباغ رجالة إنكم رسالة سي كالي نادم فضل برا ما في نادم سامنا نوتوم 10 و 8 كالازا كالو قد نجوم ما في كالو ماسي في بيرو دي رسالة سماء سورة رسالة سماء أنتو كارت إلكتر مش دكي كارت هذا قبل إنه ماسي فوتي كان كارت ذا في دناكم ما في دا إنه فوتي ما في وإنه فوتي ما في دا كسر على أكونانا كسر على MPS. بدوره مسؤول البحث الدكتور ألاريدي كوني رحب بالمنضمين، وقال بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يولي اهتماما كبيرا بسكان الأرياف، داعيا المواطنين إلى ضرورة التعايش السلمي ونبذ العنف، وكذا الاستعداد التام لموسم الانتخابات النيابية والبلدية القادمة. شد لنا وايد لنا دا وايد نانو مكفي تشد نو دا جا من وين قاي فينا كان يريفتا كتشارين دا أكوك كربا وايد تيشو سوا تمشي وين كله سوا أنا قاعدين وايد بانو كربو قلبنا وايد. هذا والإشارة إلى أنه ما تزال تتواصل حملة التوعية التي يقودها عضو المكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور ألاريدي كوني لتشمل قرى ومناطق واسعة من ولاية مايوكبي الشرق. قامت المديرة العامة لإدارة تطوير زراعة الأسماك كويس رمضان خريفين برفقة معاونها بزيارة لمنطقة لوغونغانا بهدف توعية سكان المنطقة حول تنظيم عملية الصيد العشوائي ووضع خطط لتربية الأسماك. ياسر محمد أحمد. في منطقة لوغونغانا التي تقع على بعد 80 كيلومترا عن العاصمة أنجمينا، يعتبر الصيد أحد الأنشطة الأساسية للسكان، إلا أن هذا القطاع ينقصه التنظيم ويحتاج إلى تقوية كفاءات الحياة للمكلف بهذا القطاع الذي يدعم الاقتصاد الوطني، وهذا يعد من شواغل الحكومة. لذلك جاءت بعثة مشروع التنمية والمرونة من أجل مكافحة عدم الأمن الغذائي في تشاد بقيادة المدير العامة للصيد وتطوير الأسماك. دورك يعني نلقى ديربك
عشان للناس ده لو كلهم يحوطوا يحوطوا بدرب الماء عديل ده يعني التربية الهود ده يخليهم يعرفوا إلهم آخر ويقدروا يعني يربوا هود في البيت. إن توعية السكان ليست الهدف الوحيد من هذه الجولة القصيرة، حيث أكدت كويس رمضان خريفين والوفد المرافق لها أنهم جاءوا للإطلاع على الحقائق عن قرب، وخاصة معرفة ممارسة صيد الأسماك من قبل الصيادين في هذه المنطقة، بالإضافة إلى تسليم دليل الإنتاج السمكي الذي تم إعداده من قبل الإدارة. يوم أن كن هدى ما في ناس الغير ربوط فيه قال سيد نام هدى نام ربو أدل الآكر شافة قال يمشي جرام آكر بسيد بسيدة ما كلنا بسيدنا الويدين جروبا ما قال لجيو بتشاكمو بسبو يالهم إكل دول بكفوفوغا كماما دول كرا كل بسيدة بسيدة. من ناحيتهم عبر السكان عن شواغلهم وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع المتعلق بصيد وتربية الأسماك، وهي حلول قامت بها الإدارة العامة للصيد، وهذا ما أشارت إليه المديرة العامة حيث قالت إنهم ينوون بناء مركز للتدريب يحتوي على 500 حوض ومصنع للإنتاج السمكي. في الآونة الأخيرة اهتم بعض الشباب بالقطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الهامة في البلاد، وذلك بتكوين تجمعات زراعية وغير ذلك. وفي هذا السياق فقد عد الزميل خليل حسن صالح الورقة التالية. شلنا نية نعلمهم كيف نعلم تترب كيف يعني تقدم في الأراضي، وهذا فقنا ده لأنه يعني نسانسيفليزي الناس كله خلي ما يخطوا أقولهم في الإدارة خلي نورو الناس كي تراب على الله أنتنا ندر ونخدم فوقها ده بس هذا فقنا بزيادة مرة واحدة. لا أنا هي اللي مجيس التدير نبقى أكبر من التمير ده تكون مش أي نادم يعني ريف حقا ده ونشيف الجناد يبقى بكان محل كبير نقدر نستفيد من البروديير لوكالي. الزراعة مصدر هام يعتمد عليها المواطنون، لكنها في كات زراعة موسمية وبدائية تتوقف بمجرد نهاية موسم الأمطار، ونظرا للحاجة الملحة للخضروات والفواكه لجأ هؤلاء الشباب لتوفير الحاجيات اليومية للمجتمع من خلال استخدام الري. مع الوقت على جبنا الكاروت والطماطم بس في الخريف للمانا خلوت والوطا يمشي ساكت والأرض كمان يمشي بلاش ده قال نستفيد ونتربو الريس. الأرض البذور وشتلات تجد ضالتها هنا برعاية خاصة من الشباب الذين دخلوا مجال الزراعة من باب الهواية ورأوا أنه من الضروري فلاحة الأرض لإطعام المجتمع. يعني أرض حقنا ذا ممشي الأراضي الآخر أنا قم تشاهد كل إنك يعني بنية عام كي مثلا نقول لك 70% بس قلنا خدمي في أراضي ذا يعني تشاهد ده غمير لأن شنو الشيء النظرو ده بس نشلو نوزول بلد الجيراننا ده يعني عندنا يعني نستفيد منه أشياء كتير. مما بدينا ده أول شيء لقينا صعوبات لأن شنو عندنا كلنا كي ده طلاب كمان من جامعة يعني صعوبات لقينا ده يعني مثلا قالوا أي شيء يدور شنو يدور له فلوس. أول شيء يعني لقينا صعوبات في القروش لأن شنو يعني يدور أول شيء التراكتر ده عندنا ما عندنا قدر نبوه لازم نأجره، وحتى البذور ذاتك يعني تبيع ذاتها يدور قروش وماتيريال اللي نخدمه فوق ذاتها يدور قروش. ده شيء البداية ده بس بيجوت أجينا لما أنا رأي ريالين إننا ده بنا ماتيريال لو قلنا خدمه فوقها ده الصعوبات الكبير مرة واشي مننا. عفيفة محمد حسن وأبكر صالح يجدان نفسيهما مزارعين أكثر من الإدارة التي هي تخصصهما بالأصل. رئيسة هي أنا قريت إدارة عام لكن يعني قلنا لقى نفسي الحمد لله يعني في زراعة ده يعني شيء ما نعرفه كل كتير يرفته ده شيء أهمية بزيادة يعني مثلا في الأراضي ده شيء أنت بس تزرعه بعيدك أنت بس تودي في الأسواق تسايقها وبعد تلقى تاكل منه وتودي في المنزل كل ناس يأكل يعني ده شيء المهم بزيادة يعني أنا ما مرتاحة يعني أنا لما نشوف أبي كل يوم يطلع في الزرع وكل يوم يعني أنا فكرة وايد يعني قلت لا مع الوقت الفوق النساء ودولي أباحتنا كمان كل يوم هم بس يجاهدوا لنا
وأنا كمان قلت هسه ده وقت يعني الفوق أنا كل ندلي. مبادرة سيدة البلاد الأولى حارة مسؤوليتي التي تدخل في أجندة مؤسسة القلب الكبير لعام 2020 ستكون دافعا قويا لهؤلاء الشباب في تحقيق طموحاتهم وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين دون اللجوء لاستيراد المواد الأولية للغذاء من دول الجوار. لقد حققت الفدرالية التشادية لكرة السلة العديد من الإنجازات في المسابقة المحلية والإقليمية رغم قلة الإمكانيات، وفي هذا السياق فقد عد الزميل عباس بكر مصطفى الورقة التالية. رياضة كرة السلة في تشاد هي إحدى الرياضات التي ما زالت تسير بخطى ثابتة، حيث إنها شهدت في السنوات الأخيرة تطورا لا بأس. المرحلة التمهيدية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة لعام 2000 في النسخة الأولى لكأس الأمم الأفريقية لكرة السلة الذي احتضنته مدينة باماكو عاصمة دولة مالي في شهري يونيو ويوليو من العام المنصرم. فبالرغم من الصعوبات التي عانت تجهيزات المباراة الترتيبة، وحاز الساو على المرتبة السادسة بعد مواجهته لمنتخبات ساحل العاج بنيجيريا وغينيا وغيرها. هذه النتيجة تعتبر مرضية، وقد توج المنتخب الوطني لكرة السلة الساو من أفضل المنتخبات ببطولة. هذا الأداء الملاحظ جعل الفيدرالية الدولية لكرة السلة بإفريقيا تعيد ترتيبها، الأمر الذي جعل تشاد تحتل المرتبة 22، وهذا يعني أن المنتخب الوطني لكرة السلة الساو يعد من أفضل 10 منتخبات لكرة السلة في أفريقيا. وهذه المرتبة التي حظي بها منتخبنا الوطني لكرة السلة 16 من شهر أكتوبر لعام 2016 بقيادة بانينغا تانغولو. ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه الرياضة سنتجه لاحقا نحو هذا المكتب التنفيذي. قدمت اليوم الفدرالية التشادية لكرة القدم معدات رياضية متمثلة في عدد من الكرات لرابطة أنجمينا لكرة القدم. المناسبة جرت بمقر الرابطة بحضور رئيس الفدرالية التشادية لكرة القدم أدم حسن المكان. بهدف تطوير وترقية رياضة كرة القدم، تسلمت رابطة أنجمينا لكرة القدم المعدات الرياضية المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر الفدرالية التشادية والمتمثلة في 380 كرة قدم لصالح فرق وأندية العاصمة أنجمينا. منسق المنطقة رقم 6 أحمد إمام في كلمته شكر الفيفا على جهودها المبذولة من أجل تطوير كرة القدم، داعيا الرابطة إلى التوزيع الأمثل لهذه الكرات. رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم أحمد مين أحمد أكد بأن مكتبه سيقوم بتوزيع الكرات على الأندية والفرق لتساعدهم على التطور، طالبا من رؤساء الأندية المحافظة عليها. مدير تطوير رياضة كرة القدم في غرب ووسط إفريقيا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مقر السنغال الهادي وكجوب أعرب عن فرحه وسروره بهذه المناسبة، مهنئا الفدرالية التشادية لكرة القدم على إنجازها وسعيها لتطوير رياضة كرة القدم. وانتهى الحفل بتسليم ممثلي أندية الدرجة الأولى والثانية والفرق النسائية الكرات التي تم تقديمها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. وفي بلاغ صحفي وأمام مواجهة فيروس كورونا بجمهورية الصين الشعبية، فإن المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ اجتمع هذا اليوم الخامس من فبراير 2020 بمقره، حيث يعبر عن دعمه وتضامنه ومواساته ووقوفه مع الحزب الشيوعي الصيني ومع شعب جمهورية الصين الشعبية وخاصة مع الأسر المكلومة، ونظرا للجهود والإمكانيات الكبيرة المبذولة من قبل السلطات العليا الصينية للحد من هذه الأزمة الصحية. فإن الحركة الوطنية للإنقاذ تتضامن مع الحزب الشيوعي الصيني وتتمنى عودة الحياة إلى طبيعتها بأسرع ما يمكن. انجمينا في الخامس من فبراير 2020 الأمين العام محمد زين بدع. وفي خبر أليم، توفي في الأيام القليلة الماضية الوزير الأسبق زوغوني بونيفاس في العاصمة انجمينا بعد مرض قصير. وقد ولد الراحل بمنطقة بايبوكوم في السادس من مارس 1964
وبدا تعليمه الابتدائي بمدرسة بايبوكوم والمرحلة الإعدادية والثانوية بمدينة إنجمينة، كما درس المرحلة الجامعية بجامعة تشاد من عام 1986 إلى 1989. أما الدراسات المهنية فكانت بالمدرسة الوطنية للإدارة بلومي توغو، كما حصل على عدد من الشهادات، وقد تم توظيفه بوزارة الوظيفة العامة في مارس من العام 1990، وأصبح عضوا للحكومة من عام 2006 إلى 2007 كوزير مكلف باللامركزية، وفي عام 2007 إلى 2008 أصبح أمين الدولة بوزارة الدفاع، ثم وزيرا للدفاع بالوكالة، وفي عام 2008 عين الراحل وزيرا للطاقة والمناجم، وفي 24 من أبريل إلى 25 من سبتمبر عين نائب مدير المكتب المدني برئاسة الجمهورية، ثم عين حاكما لكل من ولايتي تانجلي ومايوكبي الشرق، كما عين الراحل الوزير بونيفاس عدة مناصب سياسية وإدارية بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ. وقد فقدت البلاد أحد أبرز كوادرها الذين أسهموا في تطويرها، وقد حظي بعدة أوسمة. بهذا الخبر الأليم مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.